الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في بيت أم سلمة إحدى زوجاته، فدعا فاطمة والحسن والحسين وعليا وجللهم بكساء وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وهذه الفقرة من الآية تدل على عصمة هؤلاء، فقد أذهب الله عنهم الرجس وهو كل ذنب وكل معصية وكل انحراف عن الحق، وطهرهم من الذنوب كلها. وهي وقد قيل إن أم سلمة قالت للنبي صلى الله عليه وآله: هل أنا منهم؟ ولكنه قال لها: أنت مكانك وأنت على خير. يعني أن هذه الآية مختصة بهؤلاء ولا تشمل زوجات النبي صلى الله عليه وآله، وإن كان هناك الكثيرون ممن يعتبرون أزواج النبي داخل. في هذا اليوم، اليوم الخامس عشر من شهر رمضان، ولد الإمام الحسن عليه السلام في المدينة المنورة، وهو أول أولاد علي وفاطمة عليهم السلام. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه خاطب الحسن وقال له: أشبهت خلقي وخلقي. فكان شبيه رسول الله في الصورة، وكان شبيه رسول الله في أخلاقه. وعن أنس بن مالك: لم يكن أحد أشبه برسول الله من الحسن بن علي. ويتحدث عنه الإمام الصادق عليه السلام فيما روي عنه، فقال: إن الحسن بن علي كان أعبد الناس في زمانه،
وأزهدهم وأفضلهم، وكان إذا حج حج ماشيا، وربما مشى حافيا، ولا يمر في شيء من أحواله في أي وضع من أوضاعه إلا ذكر الله سبحانه، وكان أصدق الناس لهجة وأفضلهم منطقا، وكان إذا بلغ باب المسجد رفع رأسه ويقول: إلهي، ضيفك ببابك، يا محسن قد أتاك المسيء فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم. وعن محمد بن إسحاق قال: ما بلغ أحد من الشرف بعد رسول الله ما بلغ الحسن بن علي، كان يبسط له، يفرش له على باب داره، فإذا خرج وجلس انقطع الطريق، فما يمر أحد من خلق الله إجلالاً له، فإذا علم أن الناس تهابه ولذا لا تمر أمامه قام ودخل بيته فيمر الناس. وعن النساء قال: قال رسول الله في الحسن والحسين وهما على وركيه: اللهم إنك تعلم أني أحبهما فأحبهما. وعنه صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وهكذا ورد عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله كتاب الله، حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يفترق حتى يرد علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. وورد في قصة الحسن والحسين في الجانب التربوي، في الأسلوب الحكيم للتربية، أنهما مرة على شيخ كبير لا يحسن الوضوء، فأراد أن يعلمه، فجاء إليه وقال له: إنني وأخي نريد أن نعرض عليك وضوءنا حتى تحكم أي وضوء منا أفضل. فوافق الشيخ على ذلك، فتوضأ الحسن، ومن الطبيعي أن وضوء الحسن هو وضوء رسول الله، وتوضأ الحسين عليه السلام وكذلك، والشيخ ينظر إلى وضوئهما ويفكر: كيف يريداني أن أحكم بينهما؟ فقال لهما، يعني قالوا أحكم بيناتنا، فقال لهما: أنا اللي ما بفهم الوضوء،
أنا أشكركما على ذلك. وهذا أسلوب أراد من خلاله أن يحترم سن هذا الشيخ، لأنه قد لا يرتاح إذا قيل له بأن وضوءك باطل أو أن وضوءك غير جيد. فهذه كانت الطريقة الإنسانية في تعليمه. وقد ورد عن الإمام الحسن عليه السلام أنه قاسم الله مرتين، يعني كان يتصدق بنصف ماله ويبقي النصف الآخر إليه. وكان هناك جدل بين المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، هل تكتب أحاديث رسول الله أو يقتصر في الكتابة على القرآن؟ فكان البعض منهم يقول لا بد أن نقتصر على القرآن، لأننا نخاف أن يختلط الحديث بالقرآن فيخيل أن الحديث من القرآن. ولكن علي عليه السلام وولده الحسن عليه السلام كانا يقولان أن هناك فرقاً بين القرآن في بلاغته وفصاحته وأسلوبه وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هناك فرق في الأسلوب وفي طريقة الحديث. ولذلك كان يشجعان كتابة أحاديث رسول الله، لأنها لا بد أن تحفظ، ولا يمكن أن تحفظ إلا بالكتابة، لأن الله أرادنا أن نأخذ بكتابه وأن نأخذ بسنة نبيه. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ونحن عندما نريد أن نتحدث باختصار عن الإمام الحسن عليه السلام، فنحن نلاحظ أن هناك عدة مراحل عاشها الإمام الحسن. في المرحلة الأولى كان وأخاه الحسين عليه السلام في حضانة رسول الله، حتى أنه كان يقول يقال أنه كان يحملهما على كتفه ويقول نعم الجمل جملكما ونعم الراكبان أنتما، وكان يمنحهما العطف والحنان، وكان يلتقطان كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى أنهما كانا ينقلان بعض أحاديثه التي كانا يستمعانها في المسجد إلى أمهما فاطمة. وكانت الزهراء عليه السلام قد ترسل إلى أبيها بعض الأمور وتحملهما هذه الرسالة. وكان أيضاً في حضانة علي وفاطمة، وكان الحسن يسهر مع أمه وهي تصلي صلاة الليل، وكانت ضعيفة الجسم ولا تخلو من حالة مرضية، فكان يستمع إليها وهي تستغفر للمؤمنين والمؤمنات في صلاة الليل.
فكان يقول لها: يا أماه، لم لا تدعين لنفسك؟ قالت: يا بني، الجار ثم الدار، نحن نفكر بالآخرين قبل أن نفكر بأنفسنا، ونستغفر للمؤمنين والمؤمنات قبل أن نستغفر لأنفسنا. ثم كانت المرحلة الثانية بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله ووفاة أمهما فاطمة عليه السلام، فكان الحسن والحسين كانا مع أبيهما علي يتعلمان منه ما علمه إياه رسول الله وما كان يملكه من فكر ومن تجربة وما كان يعيشه من صبر واهتمام بالإسلام والمسلمين، وكان يتعرفان كيف أبعد علي عن حقه وصبر، وهكذا تعلم الصبر من أبيهما علي عليه السلام. وكان علي عليه السلام في أيام خلافته كان يعتمد على الحسن، وكان يرسله إلى بعض المناطق كالكوفة التي انتفض عليه عامله أبو موسى الأشعري، فكان الحسن هو رسول علي إلى الكوفة، وخطب في الناس خطبة قوية وبين لهم فضائل علي عليه السلام. وكان علي عليه السلام يهتم بتعليم حسن عليه السلام وتوجيهه باعتبار أنه خليفته من بعده، ولذلك ترك له وصية من أفضل الوصايا التي تحتوي الكثير من النظام الأخلاقي والروحي والاجتماعي، وهي موجودة في نهج البلاغة. وهكذا انطلق الإمام الحسن مع أبيه علي، الذي كان إذا جاءه أحد يسأله عن بعض الأسئلة الإسلامية كان يرشده إلى الحسن بن علي ليسأله وليأخذ منه العلم، لأن علم علي كان عند الحسن سلام الله عليه. وبعد وفاة الإمام علي عليه السلام واستشهاده بويع الإمام الحسن بالخلافة، ولكن الواقع الإسلامي كان واقعاً مضطرباً مرتبكاً منقسماً، وقد استطاع معاوية أن يسيطر على الكثيرين من رؤساء القبائل والعشائر بالمال، وهكذا أعلن معاوية نفسه خليفة للمسلمين بعد استشهاد الإمام علي عليه السلام. وانطلق الإمام الحسن من أجل أن يركز الأمور على أساس الشرعية، ولكن المشكلة أن معاوية اشترى أكثر جيش الإمام بالمال، وهكذا استطاع على أن يحتويهم، واستطاع أن يهدد الإمام في نفسه ولكن الإمام كان يفكر في إبقاء البقية الباقية من المعارضة الإسلامية التي كانت تتولى خط الإمام علي عليه السلام، ولذلك اضطر إلى إيجاد اتفاقية بينه وبين
معاوية لم يرضى عنها بعض أصحابه في هذا المجال، ولكن الإمام كان يملك الحكمة فيما هي مصلحة الإسلام والمسلمين، ولم تكن ظروف صلح الحسن كظروف في ثورة الإمام الحسين، بل أن البعض يقول إن الإمام الحسن هيئ الظروف السياسية والاجتماعية للإمام الحسين عليه السلام عندما جعل الناس يكتشفون ما معنى حكم بني أمية وكيف أنهم انحرفوا عن الخط الإسلامي الأصيل في هذا المقام. ولكن معاوية لم يفي للإمام الحسن عليه السلام بما اتفق عليه ودس إليه السم، وهكذا يعني استشهد الإمام الحسن سلام الله عليه بعد أن أدى مهمته الرسالية بالنسبة للمسلمين جميعاً. ونحن في ختام هذا الحديث نحاول أن نستفيد من الإمام الحسن في بعض كلماته بشكل سريع. قال له جنادة بن أبي أمية في مرضه الذي توفي فيه: عظني يا ابن رسول الله. قال: نعم. استعد لسفرك، سفرك إلى الآخرة، وحصل زادك قبل حلول أجلك، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واعلم أنك تطلب الدنيا، عندك أمل طويل، والموت يطلبك، الموت وراءك ينتظر مجيء الأجل حتى يأخذك إليه. واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبك، ولا تحمل هم يومك الذي لم يأتي على يومك الذي أنت فيه. فكر في يومك وخطط لمستقبلك، لكن لا تحمل الهم وتعيش في حالة نفسية صعبة من هذه الجهة. واعلم أنك لا تكسب شيئاً فوق قوتك إلا كنت فيه خازناً لغيرك. يعني أنت الآن لما تكسب مال في شيء تحتاجه، يعني ما تأكله، ما تشربه، ما تلبسه، ما تسكنه، أما الباقي أنت خازن للورثة، مثل ما قال ذاك الشاعر: ما كان فيه فاضلاً عن قوته فليعلمن بأنه ميراثه. يعني مش إلك هالمال الذي هالمعنى. واعلم أن الدنيا في حلالها حساب، وفي حرامها عقاب، وفي الشبهات عتاب. فأنزل الدنيا بمنزلة الميتة عندما تضطر إليها، خذ منها ما يكفيك، فإن كان حلالا كنت قد زهدت فيه، ما أخذت أكثر من حاجتك ومما اضطررت فيه، وإن كان حراماً لم يكن في وزر لأنك مضطر، فأخذت منه كما أخذت من الميتة. وإن كان العتاب في بعض الأشياء التي يعاتبك الله فالعتاب يسير. واعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً، يعني لما مش تخلي الموت قدامك عندما تريد تعيش مسؤولياتك المادية في هالمقام. ما في مانع تعمر، وما في مانع أنك أنت تنشئ مشاريع كما لو كنت خالداً. واعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً، ولكن عندما تفكر بالآخرة فكر بالمسؤوليات الشرعية، أن لا تعمل عمل إنسان الذي يرتكب الحرام في عمله وفي مشاريعه. واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وإذا أردت عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان، فاخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله عز وجل.
ولذلك يعني كما الإمام زين العابدين أخذ هذه الفكرة أنه واعصمني من أن أظن بذي عدم خساسة أو أظن بصاحب ثروة فضلا، فإن الشريف من شرفته طاعتك والعزيز من أعزته عبادتك. وعن الإمام الحسن سلام الله عليه قال: ما تشاور قوم إلا هدوا لرشدهم، يعني لا تستبدوا في أموركم بالرأي الفردي، ولكن حاولوا أن تتشاوروا مع أهل العقل ومع أهل الخبرة، لأن انضمام العقول بعضها إلى بعض يفتح أبواب الرشد وأبواب الحقيقة في هذا المجال. وعنه عليه السلام: يا ابن آدم عف عن محارم الله، لا ترتكب أي معصية، تكن عابداً وارض بما قسم الله، تكن غنياً وأحسن جوار من جاورك، تكن مسلماً وصاحب الناس بمثل ما تحب أن يصاحبوك به، تكن عدلاً إنه كان بين أيديكم. ثم يحكي عن الناس الذي يكون يعيش من أجل المال ويستغلون بعض أوضاعهم من أجل أن يجمعوا المال وينفتحوا على الجانب المالي، بحيث لا يفكرون بالقيم الروحية ولا يفكرون بالآخرة. يقول: إنه كان بين أيديكم أقوام يجمعون كثيراً من المال، من هنا من حلال ومن حرام، ويبنون مشيداً بنايات، ويأملون بعيداً، بناهم يعيشوا عشرات السنين، أصبح جمعهم بوراً يعني هلاك، وعملهم غروراً لأنه سوف يقدمون على الموت، ومساكنهم قبوراً. يا ابن آدم لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك، يعني الإنسان بعضهم يقول أنه هو أكبر شيء يكون وقت ما يولد، لأن عمره بعده بعبه، لكن كل يوم تأخذ ورقة الرزنامة مش هيك، كل يوم ينقص من عمرك، الله خلي لك 60 سنة، كيف تروح على 60 سنة؟ كل يوم ينقص منها، وهكذا حتى تستكمل هذا المعنى. ولذا الإمام عبر هالتعبير: يا ابن آدم لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك، فخذ مما في يديك من المال لما بين يديك من الآخرة، فإن المؤمن يتزود والكافر يتمتع. أيها الأحبة، هذا هو الإمام الحسن ابن علي عليه السلام، الذي كان هو الإمام المفترض الطاعة، الذي عاش للرسالة وانطلق من حضن الرسالة، وانطلق في خدمة الله وخدمة رسوله وخدمة المسلمين. والسلام على الإمام الحسن ابن علي عليه السلام عندما ولد يوم ولد، ويوم انتقل إلى رحاب ربه، ويوم يبعث حيا. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.